إذن في هذه اللحظات بلوك جديد، سعد الحريري يعود إلى بيروت زائرا صامتا مستهلا الزيارة بالعديد من اللقاءات. لا موافقة سعودية بعد ولا ضوء أخضر، والجديد تكشف التفاصيل. كما كان منتظرا، وصل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مساء الأحد إلى بيروت، وذلك لإحياء الذكرى 19 لاختيال والده الرئيس رفيق الحريري في زيارة تستمر لنحو أسبوع. وقد جعل توقيت الزيارة التمنيات تطغى عليه في وقت تمر المنطقة بتحولات كبيرة يراهن عليها جمهور الحريري، علها تعيده مجددا إلى الحياة السياسية. أغرب ما في الصورة التي رافقته حالة الابتهاج وكأنه العائد المحرر، وجعلت حتى خصوم الرجل يرحبون بعودته ويطالبون بها تعبيرا عن الحاجة إلى وجوده كشريك في الحكم، منادين ضمنا بمنحه عفوا سياسيا من المملكة العربية السعودية. فيك تختلف معه بالسياسة، ولكن نحن حتى بعد هذا الاختلاف موقف التيار بالعكس، ودائما داعي لعودة الرئيس الحريري وعودته إلى الحياة السياسية. بالعكس متأسف على غيابه، لأنه بالآخر انطلاء من مبدأ هذا التوازن المفروض يلي أنت بحاجة له ببلد. نعم. اليوم طيب. مشرزم هل... الحدود كان هو جاي بسيء اللي عم بقولك إيه، ما بيتعارض مع روحية موقف التيار بأنه يجب أن يكون هناك توازن ضمن كل الطوائف ويكون في مصداقية. وبرجع بقولك هذا بنختلف بالسياسة مع رئيس حريري إذا رجع أو نتفق معه، هذا موضوع آخر، فينا نلتقي فينا نختلف، ولكن غيابه عنصر يعني مؤثر جدا في الساحة اليوم السياسية وفي القرار الوطني وفي المعادلة الوطنية. الثابت الوحيد في هذه المرحلة هو النيولوك الذي أطل به الحريري، أما عدا ذلك فبقي قابلا للتفسيرات غير المؤكدة. هل هو عائد حقا؟ وهل توافرت الظروف أم لا تزال صعبة؟ أم هناك تقاطع دولي مع الرغبة الداخلية بذلك؟ الرياح تسير بعكس ما تشتهي السفن، فقد ذكرت مصادر صحفية مطلعة لجريدة الأخبار أن الكلام السياسي المرافق لزيارة الحريري مبالغ فيه، كاشفة أن الحريري أبلغ فريقه بأنه سيغادر ولن يبقى في البلد، رغم إصرار جماعته على التسويق لفكرة أن دولا خارجية تسعى لعودته، مشترطا أن يكون هناك خارطة طريق. مجيء الرئيس سعد الحريري إلى لبنان بهذه الفترة، يعني لحتى الساعة فينا نقول أنه يشبه الزيارات السابقة، سوى محاولة الحشد الجماهيري بكرة على ضريح الرئيس رفيق الحريري لإحياء ذكرى اغتياله. بس حتى الساعة الظروف يلي حكي عنها الرئيس سعد الحريري يوم علق عمله السياسي لم تنتفي بعد، يعني حتى أنه يعني زي ما نلاحظ حتى الساعة الرئيس سعد الحريري عم يتجنب التصريح، أو حتى في معلومات عم تتردد أنه غير مؤكد حتى إذا حيكون عنده كلمة بكرة، قد يكتفي مثل العام الماضي بالصمت بذكرى الرئيس رفيق الحريري. وهذا مؤشر أنه يعني زيارته حتى الساعة تشبه سابقاتها ما عدا الاحتفال أو حجم الاحتفال اللي عم بيحاول تيار مستقبلي وجمهور رئيس سعد الحريري أن يجمعوا على الضريح بذكرى اغتيال الرئيس الحريري. أما ما يتعلق بقراره، هو قرار رئيس سعد الحريري اتخذه هو بتعليق العمل السياسي، وهو أخذ القرار بالزيارة إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري، والعودة عن القرار يعني والعودة إلى العمل السياسي هو قرار بيد الرئيس سعد الحريري فقط، وكل ما يحكوا عن عوامل خارجية بهذا الإطار غير دقيقة حتى الساعة. يعني كل القرار رئيس سعد الحريري هو سيد نفسه بهذا الموضوع، كان بمزاولة العمل السياسي أو الاستمرار بتعليق العمل السياسي. وأضافت المصادر أن الأفق السياسي للأزمة اللبنانية لا يزال مغلقاً، ولا مكان محجوزاً للحريري حتى الآن، طالما لم تغير المملكة العربية السعودية رأيها، معتبرة أن الزيارة ستؤكد فقط أن غيابه عن المشهد السياسي لم يؤثر على شعبيته، وهي بمثابة جس نبض لمدى التجاوب معه في حال سمحت الظروف بعودته الكبرى. وبحسب المصادر فإن تيار المستقبل يستغل هذه الزيارة والظروف المحيطة بها لتجديد المبايعة التي قد تفرض حجز موقع له في أي تسويات آتية على المنطقة.